دابا غادي نمشيو في حنان الدار ديالنا باش نعسو في حنان باش غدا نخدمو الخدمه ديالنا. قلبي يشكي عيني تبكي قلبي يشكي توحشتك الوالدة. أيو بونجور فاميليا ندق بالباب ونقول لكم بونسواغ في هذا الليل هذا ما نقولوش بونجور علاش دابا اللي خصك تقول بونسواغ. اليوم النوتشي بوينا. شنو هي النوتشي بوينا؟ هي الليله الجميله. اليوم الليله الجميله ما كنشوفش الناس فين هما. الناس مخبعين في الديور ديالهم علاش؟ حيتاش في الليله الجميله النوتشي بوينا كاينه النوتشي بوينا وكاينه النوتشي بيخه. الليله الشرفاء والليله الجميله. الليله الجميله الناس كيمشيو كيتعشاو مع بعضيتهم كيتجمعوا في الديور ديالهم العائله مع بعضهم كيبقاو يشربوا حتى كيسبيلو كيمشيو ينعسوا. هذه هي النوتشي بوينا. النوتشي بيخه هي الليله الشرفه هي ليله راس السنه ملي كيدخل العام الجديد. دابا حنايا شابرين الطريق ان شاء الله لانتويربن عادي نمشيو للسنترو ديال انتويربن. اش هذا الشيء هذا؟ غنمشيو للسنترو ديال انتويربن نشوفوا هاد الناس هادو واش محتفلين ولا ما محتفلينش. ولكن انا كنشوف حتى شي واحد ما في الزنقه عيب الله بوحدي كندور هنا. يعني الناس كاملين مشاو تخبعوا في الدار ديالهم باش يتعشاو مع بعضيتهم. وانا ما غنتعشاش في الدار غادي نتعشى في الزنقه غادي نشوف شنو كاين في الزنقه واش هاد الناس محتفلين ولا ما محتفلينش. والله ما نعرف ما فهمت والو انا. شنو اخر كنت باغي نقول لكم شي حاجه ومزيز دها لي الشيطان عاودوا بلا فتا الراجل كنت باغي نغني. مرحبا بكم معنا في انتويربن الخاوة ديالي ما عمر الطنجاب الناس مغربي ويكون مفاح ضربني سقى صحي يدك انا الخاوة الوالدة كاسك ضربني كاسك صحي يدك. يشكي الوالدة تبكي الوالدة قلبي يشكي الوالدة توحشك الوالدة. دابا حنا دخلنا لانتويربن. انتويربن بعيد علينا وقلنا غنجيو نشوفو شنو واقع هنايا. وكما كتشوفوا دابا حنايا في الشارع ديال انتويربن الخاوي ديالي. انتويربن مدينة جميلة جدا. ودابا وصلنا وباركينا الطوموبيل هنايا. هاد المدينة انا سبق لي جيت لانتويربن جيت لها واحد مرة ولا جوج ولا ثلاثة المهم تلفت جيت بزاف ديال المرات لهاد المدينة هادي. دابا باركينا الطوموبيل هنايا وغادي نمشيو شي ألعاب عندهم هنايا وشي خيام عاملين هنايا ما عرفتش علاش هادشي هذا كيعملوهم من العام للعام في هاد البلاصة هادي. غادي نمشيو نشوفوهم ونشوفو السنترو ديال المدينة واش عامر ولا لا. هو غيكون خاوي حيتاش الناس مجموعين في الدار وكياكلو كيتعشاو كياكلو تفيفيحة وكياكلو عنيبة حيت دابا حيت في راس العام كياكلو العنب. العنب كيرجع غالي عنده في هذه الساعات. اخيرا جبرت الناس كاملين مجموعين في هذه البلاصه. هذه البلاصه هي اللي سبق لي جيت انا واحد المره من هنايا انتويربن وصورتها لكم. هذه احسن بلاصه كاينه في انتويربن هنايا كاين الواد مناظر اللي جميله جدا كما كتشوفوا. الناس كامله كتجيني هنايا وهنايا عندهم السيركو زعما باش تشوف هذه المناظر كامله دهاد الجهه هذه. هنايا عاملين ديك الخيام اللي قلت لكم اللي كاينين فحال في بروكسل كيتجمعوا الناس تمايا وكيبيعوا. وهذا السيد اللي عنده هنايا قال لك يعاود قصص ما عرفتش شنو كيعاود هنايا الصباح وانا كنسمع ما فهمت منه والو كيضرب اللونجلي. صافي ما سخيناش في هاد البلاصه هادي ولكن عادي نمشيو نجيبو الدوره ديالنا كامله. دابا عادي نمشيو للسنترو. خاوة ديالي مرحبا مين الخاوة؟ السلام عليكم. بخير ريفي لحظتك. السلام عليكم الناس ديال المغرب. مين تينا الخاوة؟ انا ريفي مع ريفي مين الخاوة؟ من الناظر. الناظر حزين الناظر وهذا طنجاوي 100% طنجاوي طنجا العالي في الشمال اللي عمر هذا عمر طنجاوي. عمر طنجاوي قول شوف راسك الله يحفظك. اسمعوني اخوتي الناس الناظر كنحبكم كاملين والناس طنجة بارك الله عليك والناس كازا وطنبيين عاودة المغرب المغرب يريد دي اسبانيا وكيف؟ طودوس عبر اسبانيا لا ام بوكو است اميغوس بوينوس بونا جينتي يا بصحيح ويلاتي صلى لي في راسك شكرا الحمد لله. المغاربة فيما مشيتي تجبروا انا قلت له عمر الطنجاوي الله يعزك. دابا غادي نمشيو للسنترو نشوفوا شنو واقع تمايا في السنترو واش عندهم شي حاجة واعرة تما ولا ما عندهمش. عيب الله انا هاد المدينه عجبتني عم ارجع ساكن هنا.
هنايا لا سيب سيدي برات تحت فرات شي واحد الناس بزاف عباد الله عاد تنفس كاين الناس بزاف هنايا عاد كبرت شويه لي سباس قدرت نكرافي وقدرت نصور الناس كاملين يتجمعوا في هذه البلاصه هذه بالحق الحلاوه ديال المدينه هي هذه الو هاد البلاصه هادي اسمها كومبلا هنايا عاملين الشجره ديال النبيضات وهاد البلاصه هي كومبلا انا كنت قلت لكم فواحد الفلوق مقلوبه شويه هادي هي كومبلا ماشي اخرى اللي كنت وريتكم حيت هما جوج بهم كيتشابهوا وجوج بهم كبارين جوج بهم فواحد البلاصه مايور ديال اسبانيا وصافي هلو اتس جود اتس جود اتس جود هنايا ما عرفتش اللي كيطيبوا واش الجداد ولا الشراب ولا كذا واحد الطنجره كبيره عندهم هنايا كيطيبوا فيها شي حاجه والدخان طالع ما عرفتش داكشي شنو هو دابا دابا نمشيو نبحثوا نشوفوا شنو عندهم تمايا عرفتي واش كيطيبوا شي حاجه عياكلوها ولا لا يعرطوش علينا زعما هاد الناس هادو ما عرفتش شنو كيطيبوا هنايا كيشربوه لا كيشربوه لا قال لك ما كيشربوش عادي كروسات زوينه ديك القصعه هذيك ما كياكلوها ما والو هذاك عا كطلع من الربو وكيجلسوا باش كيسخنوا فيها يعني هما كيشربوا كيجيو كيبقاو جالسين تمايا باش كيسخنوا وصافي وانا جاب لي الله كيشربوها هما ما كيشربوها هما ما كيشربوهاش حيت انا شفتهم جالسين تمايا وواحد وكلشي شابر كاس في يدو قلت شنو هاد الناس هادو كيشربوا هنايا والو ما كيشربوا والو يا سلام مرحبا بكم معايا في انتورب مدينه جميله جدا والله الا واعره اجي نسكن هنايا واقيلا زيد الحوض يا ربي هادشي عملوه جوج ديال الناس ما عرفتش كيفاش عملون هادشي هذا ولا ني جابوا هادشي هذا واعر بزاف حيت اش ديك جوج ديال الناس عملوهم وبقاو واقفين تمايا وكيجيو الناس يقولوا تبارك الله عليك درتي ديك الشيء واعر ما عرفتش هادشي شنو كيعني ولا ني هادشي واعر بزاف زعما الصراحه واعر وكيتلاقى واحد الصوت في الشكل فحال الخوف فحال ديال فشكل فحال شي فيلم ديال الخوف عيب دا وين مزيون هادشي هذا هاد الشارع هذا واحد الشارع صغير كاينين فيه ريستورانتيز كيعطلوا غير بيتزا ايطاليانا ما كاين بيتزا ايطاليانا بيتزا ايطاليانا بيتزا ايطاليانا كيخرجوا من هنا للشارع وكيبقاو يجروا بنادم صح تاكل بيتزا انا ما خصنيش يا اخي اكليت بايسر انا عم بيبا البايسر البايسر تخيل دابا يعملوا شي واحد كيبيع بايسر انا يخرج للزاق ويقول ارى البايسر البايسر شو درام نعمسي ارى البايسر جروم بلاس دابا غنمشيو لجروم بلاس جروم بلاس صغير بحق عامره عاملين فيها التجلج كيلعبوا التجلج تمايا وصافي يعني ما عندكم نعملوا فيها حتى شي حاجه الصراحه سير 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 جاني برد هنا والله الا يديك بس قول لك انا اللي كنجري يا صاحبي يا لطيف صافي دابا غنمشيو صافي انسور في النهار جوج دقائق انسور في كامله فيها هاد البلايص اللي معروفين هنايا هما صافي المدينه ديالنا جميله تمشي تبع عاش المغرب عاش المغرب او ويلي انا انا مبروك كرسمي مبروك هاي يا رشدي بربر الله يصلحك يلا دري يا لطيف وحتى لقيت اللي تبغيني عاد زيدت الطريق اللي رجعناها عاد نردوها دابا علاش حيت انا قلتكم السنترو ديال هاد المدينه ديال انتوربن اللي هو صغير جدا مع ماشي فحال السنترو مثلا ديال مدريد كيكون كبير بزاف هاد ساعي كدور وصافي هاد السنترو هذا صغير بزاف يعني الطريق اللي عاد ديك عاد تجيبك ما عرفتش تخاخر من جوج شي واحد كيكمي اولا ديك الناس اللي كانوا كياكلوا قبيلة سيديك ديك الشيء اللي كان كيشويو قبيلة سي وصلت لهنايا ولا ما عرفتش ديك الشيء يا ربي كما كتشوفوا في هذه المدينه هذه ما تسخاش تمشي منها في هذه الساعه هذه خصوصا في راس العام في راس العام ما تسخاش تمشي في حالك من هنا حيت كيكونوا الناس بزاف والناس كيدوروا والناس كي واش خليني نهضر مع الناس كاملين كيخرجوا يتساروا ويدوروا عائله وامهات واطفال ورجال ونساء كيخرجوا يدوروا حتى حنا خرجنا ندوروا ان شاء الله ودابا غادي نشبروا الطريق ديالنا ان شاء الله ونمشيو بحالنا من الدويره ديالنا حيت تقريبا الدار في ساكن دابا انا بعيد على انتورفن واحد 20 كيلومتر باش نوصل الدار في ساكن انا يعني خصنا مصيبه هذا الطريق يعني عشب وينه ماشي مشكل تحركوا صافي مشينا بقى هنا نعس هنا بحال والو عاجي سكون هنا ماشي بعيد حيت عجبتني المدينه واعره بحالها بحال بروكسل بروكسل هي كبيره والثانيه هي انتورفن حتى هي كبيره بزاف وين
الشوارع. هاد الشارع هذا ديريكت صندوق باركي فين حطينا الطوموبيل. صافي ما بقى ما يتشاف هنايا، دورنا وشفنا فراس العام اللي كتكون الدعوه واعره بزاف هنا، حيت دابا انا قلت لكم الناس ما كاينينش بزاف، كاين غير شويه وصافي. ديك البلاصه فين كنا قبيلاتي تما كيتجمعوا كيعملوا ديك طين طين طين، ما عرفتش انا واش كياكلوا العنيبات بحال اللي كانوا كيعملوا الناس في اسبانيا. هادو ما عرفتش واش كياكلوا العنب ولا الدلاح ولا البطيخ ولا ما عرفتش شنو كياكلوا هاد الناس. هاد الواحد الزين والله لا يبكي، مسكنا في الدوار تحسب قاوريه. مرحبا بكم معنا في اتور من الخواتير. خرجت لي في الطريق، خرجت لي في الطريق وضربتني بالطوموبيل. دابا غادي نمشيو في حنان الدار ديالنا باش نعسو في حنان باش غدا نخدمو الخدمة ديالنا. مرحبا بكم مع عمر الطيجاوي القطيوي ديالو يفوج عليا صراحة. 2020 دخلت على أول بقنا 3 أيام و4 أيام. 2020 شحال حنا في الغربة دابا؟ 2020 2012 سنة 2020، 8 سنين با ديالي، 8 سنين الغربة الخاوة ديالي كتفهم. سهلة عبدكم بيرو بوينو ماشي مشكل، زول منا واحد العام كانوا ردوني للمغرب، هي 7 سنين ديال الغربة، 7 سنين ما عيشت في البلاد. شنو كان؟ صداع على برا واش نهود ولا؟ أنا نهود في الصباح كنت كنبيض، في العشية ضربت دورة أنا والتفاحة، وغدا في الصباح غادي نوض باش نكمل على ديك الشيء هذا، حيت هاد البيت هذا باقي خصني نبيض. هاد البيت هذا راه كيما كتشوفوا راه باقي ما مبيضش فاضل، كتفهم؟ مكحط باقي، عاد خصني نبيضو، وديك البيوت آخرين ضربتهم جوج بهم وباقي كيخصني نعاود لهم اليد الثاني. كيما كتشوفوا أنا دابا راه غادي نوض نعالج شي حاجة، غادي نوض ناكل. حيتاش ما كليناش في الزنقة، درنا ومشينا ما كلينا حتى شي حاجة. دابا كتفهم كرشي توتوت كتعنعن كتغير كتغوت. بوينو نتمنى تكونوا بيان بيان وتكونوا بخير وعلى خير. أنا دابا غادي نوض ناكل والناس شحال عندك أصاحبي؟ شحال عندي؟ أنا والكتكوس ديالي كنقول لكم أديوس فاميليا.